السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، إزيكم أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمك وفاكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الريبورت سبيتش أو الدايركت والإندايركت اللي هو الكلام المباشر والغير مباشر. طبعا ده موجود عندنا في 3 أنواع من الجمل اللي هي الجمل الخبرية والجمل الاستفهامية والأوامر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الستيتمنتس أو الجمل الخبرية. طيب طبعا الدرس سهل خالص كده، وأنا مش عايزك يعني تصعبه على نفسك. تعالى كده نبص على الجملة دي كده وهي متحولة إزاي ونشرح من خلالها. الجملة الأولى بتقول نهى سيد كوما وافتح أقواس I will buy this jacket tomorrow. نهى قالت أنا سوف أشتري الجاكيت ده بكرة. أنا لو رحت نقلت الكلام ده على لساني أنا، فأنا أكيد هقول نهى قالت إن هي كانت هتشتري يعني ذلك الجاكيت يعني إيه اليوم التالي. طيب مادام في عندك هنا كده كوما وكوتيشن ماركس كده وعلامة تنصيص، يعني معنى كده إن ده دايركت أو كلام مباشر. أنا عايز بقى أحوله إلى ريبورتد أو كلام اندايركت اللي هو الغير مباشر. لاحظ معايا انها سيت او اكسبلينت، ودي هنشرحها دلوقتي. الفرق ما بين كلمه سيت وما بين كلمه تولد، هنا الكوما والكوتيشن ماركس اتحذفت. طب وبعدين يا مستر؟ لاحظ هنا كده ان انا مستخدم كلمه ذات، يبقى كلمه ذات ينفع استخدمها في الجمل الخبريه، او ما دام محطوطه كده ما بين يعني قوسين يعني يبقى معنى كده ان ينفع اكتبها او ما اكتبهاش، الاثنين صح. طيب وبعدين هنا اي حولناها الى شي علشان انها دي كده بنت، فمعنى كده بغير الضمائر برضه بتاعتي على حسب المتكلم والمخاطب. يعني لو بدل نهى احمد يبقى احمد سيد اي، يبقى انا كده اقول احمد سيد اكيد هي. مثلا كده احمد اند نهى سيد وي، يبقى احمد ونهى قالوا نحن، يبقى احمد اند نهى سيد ذي، وهكذا. طب الحاجه الثانيه في عندنا هنا مستر في كلمه ويل، طب انما هنا في كلمه ووت، يبقى بغير كل الازمنه بتاعتك. طيب طبعا ويل او ووت بجيب بعدها الانفينيتيف مفيش مشاكل. هنا كلمه ذس جاكيت، ذس اتحولت الى ذات، يبقى معنى كده برضو ضمائر الاشاره برضو بتتحول. جاكيت تومورو، وهنا تومورو متحولة إلى the following day أو the next day. طيب مثال تاني، هاجر said to me I am doing my homework now. هاجر المرة دي كده حولنا كلمة said to إلى كلمة told، وهنشرح دلوقتي زي ما قلت. مي نزلت زي ما هي، حذفنا الكوما وعلامات التنصيص، استخدمنا كلمة ذات يا مستر عشان دي جملة خبرية. هاجر قالت، يبقى هاجر دي I حولناها إلى she. هنا am، انت حضرتك يا مستر لسه قايل ان كل الازمنه انا بحول من مضارع الى ماضي. طب ام ده مضارع، الماضي بتاعها طبعا يا اما واز يا اما وير، طبعا شي هتاخد كلمه واز. واز دوينج ماي الواجب بتاعي، فهقول الواجب بتاعها يبقى هير هوم وورك، ودي كلمه ناو حولناها الى كلمه ذا. طيب ده كده ملخص الزمن سريعا. طب تعالى كده نمسك شويه بالايه بالتفصيل. فرق ما بين كلمه سيت وما بين كلمه تولد كالتالي. اول حاجه طبعا انت بيجي لك في الامتحان اختياري، لو انا لقيت عندي في الاختيارات بتاعتي كلمه ذات يبقى انا محتاج كلمه ست. تاني لو انا لقيت كلمه ذات يبقى انا محتاج كلمه ست. طب رقم اتنين، لو انا لقيت ضمير فاعل يعني اي او هي او شي او ذي او وي، اهو سبجكت بروناون، ما دام في سبجكت بروناون يبقى انا مباشره محتاج كلمه ست. طب رقم ثلاثة، لو انا عندي اسم من الاسماء يعني عندك احمد هاجر نهى، بس بشرط خلوا بالكم بقى عشان ده مهم جدا، لازم بعد الاسم مباشرة يبقى فيه فعل، يعني أقول لك played, was, were, had, would، أيا كان لازم بعد الأسماء دي كده لازم يبقى فيه فعل. الحاجة رقم أربعة، يبقى فيه كلمة to زائد object، يعني مثلا to me, to him, to her, to أحمد وهكذا، ولازم برضو هنا يبقى فيه الكوما والكوتيشن ماركس، يعني كأنها لسه جملة في الدايركت، يعني لسه ما حولتهاش. يبقى تاني said استخدمها في حالة وجود كلمة ذات، ضمير فاعل، لو في عندي أي اسم بس لازم بعد الاسم ده يبقى فيه فعل، يبقى في عندك to واسم واحد أو ضمير مفعول، ولازم يبقى فيه كوما وعلامات التنصيص. أما كلمة told استخدمها لو في عندي ضمير مفعول، يعني بدل I me، بدل he him، بدل she her، بدل they them، بدل we us. الحاجة رقم اتنين، يبقى في عندي اسم برضو احمد هاجر نهى، مستر ما احنا لسه قايلين احمد وهاجر ونهى بستخدمه مع كلمه سيد، بس كمل بقى كلامك. لازم بعد الاسم يبقى فيه فاعل، طب انما هنا احمد هاجر نهى يبقى في بعديهم كلمه ذات موجوده او مش موجوده، لازم بعد كده يبقى فيه سبجكت تاني وبعد كده يبقى فيه الفعل. يبقى تاني طول استخدمها لو في عندي ضمير مفعول اللي هو الجزء ده كده. حاجه رقم اتنين، يبقى عندك اسم شخص أو اسم شخص، ولازم بعد الاسم ده كده يبقى فيه كلمة ذات أو يبقى فيه فاعل. طيب تعالى طبق معايا على الكلام ده كده.
تعال نبص على كام جملة دول كده، دول كده على كلمة سيد وكلمة طود. الجملة الأولى أميرة نقط شي، شي يا مستر ده كده ضمير فاعل، يبقى أنا أكيد أختار كلمة سيد. طب الجملة التانية أميرة نقط مي، يا مستر ده كده ضمير مفعول، يبقى أنا أكيد محتاج كلمة told. أميرة نقط تو مي، وفي عندي أنا هنا كده أهي كوما، وفي عندك هنا quotation marks يعني علامات تنصيص، يبقى معنى كده برضو ده أصبح كلمة said. أربعة أميرة نقط that، على طول يا مستر برضو ما تنفي كلمة that، يبقى في كلمة said. طيب خمسة وستة أميرة نقط هدى، وستة أميرة نقط هدى. طيب طبق بقى الفرق اللي احنا قلناه. أميرة نقط هدى شي، في بعد هدى شي ده فاعل، ما دام في بعد الاسم فاعل يبقى أنا مباشرة محتاج كلمة probably told. إنما ستة أميرة نقط هدى هاد، في بعد هدى هاد وهاد ده فاعل، يبقى معنى كده على طول الاسم متبوع بفعل، يبقى أنا محتاج كلمة سد. إحنا ملخصا كده بنقول إن كلمة سد يعني ده فعل لازم ما يجيبش بعديه مفعول، أما كلمة طولد فعل متعدي لازم يبقى فيه عندي مفعول. طيب الملاحظات بقى اللي احنا قلناها كده واحنا بنشرح، وهي إن احنا دايما بنعمل إيه بقى يا شباب ويا بنات، إن دايما كل الأزمنة بتاعتك بتحول من أزمنة مضارع ده كده إلى أزمنة ماضي. يعني لو كان موجود عندي في الأقواس am و is و are يبقى أحولهم إلى الماضي بتاعهم اللي هو was أو were. طب يا مستر مثلا لو كان موجود كلمة was أو كلمة were، يعني مثلا I was at the zoo yesterday، يبقى في الحالة ديت كده ده ماضي بسيط، أنا بحول الماضي البسيط إلى ماضي اللي هو had والتصريف رقم 3. وأحيانا ينفع أخلي الماضي البسيط ماله زي ما هو، بس دايما على طول بنحوله إلى ماضي تام زي ما هنشوف برضو كده في الأسئلة والأمثلة. رقم 2 مثلا كلمة play ده فعل أهو مضارع، يبقى هجيب الماضي بتاعه played. طب لو كان في played يبقى بنفس الطريقة بقى had والتصريف رقم 3. لو كلمة كان يبقى هجيب الماضي بتاعها اللي هي كلمة كود. طب يا مستر لو في كلمة كود، لا مفيش ماضي من كود، زي ما هي زيها زي كلمة شود، زي مثلا زي كلمة مايت، زيها زي كلمة وود وهكذا. طيب لو كان في كلمة ويل يا مستر، ويل بحولها إلى وود، وقلنا لو وود لا بتنزل زي ما هي. طيب هاف وهاز الماضي بتاعهم اللي هو كلمة هاد، طب لو كان في هاد يبقى بجيب الماضي بتاعها اللي هي هاد هاد. طبعا كل ده بيجي لك في الاختياري زي ما هنشوف إن شاء الله. طيب كده أول حاجة مهمة جدا جدا، دايما لو عندك أقواس غالبا بيبقى في عندك فعل في المضارع. طب لو أنا شلت الأقواس يبقى بحول من مضارع إلى ماضي. طب لو كان في يا مستر جوه الأقواس ماضي، يبقى دايما بحول الماضي برضو إلى الأقدم منه، يعني مثلا ماضي بسيط بحوله إلى الماضي التام. طيب الملاحظة اللي بعد كده عندنا بس كلمة have to وكلمة has to وكلمة must، التلاتة ليهم تلات حالات زي ما احنا ما شايفين كده اهو. طيب ايه يا مستر بقى الحالات بتاعتهم؟ اول حاجة كلمة have to و has to و must الاتنين احولهم الى had to، امتى؟ لو بتكلم عن ضرورة يعملها ضرورة وقتية. ضرورة وقتية ازاي؟ يعني اقول لك مثلا كده احمد is ill، احمد مريض، I must visit him today، انا لازم اروح ازوره النهاردة. يبقى في الحالة ده هي كده احولها بقى، يبقى احمد was ill I had to visit him that day، يبقى معنى كده كلمة must حولتها إلى كلمة had to عشان بتكلم عن ضرورة وقتية، يبقى في الحالة ديت كده حول must أو has أو have to إلى had to. طب رقم اتنين إن كلمة have to و has to و must بحولهم إلى would have to، إمتى؟ لو كنت بتكلم في المستقبل، يعني مثلا I must go to the airport tomorrow، في عندك tomorrow ده مستقبل، يبقى في الحالة ديت كده أحول كلمة must أو have أو has to إلى would have to، يعني I would have to go to the airport مثلا tomorrow، قلنا بنحولها إلى the following أو the next day. طيب كلمة have to و has to و must هيفضلوا زي ما هم، have to أو has to أو must لو بتكلم عن ضرورة لازم تحصل في كل الأوقات، يعني the teacher said that المدرس قال we must obey our parents، لابد إن احنا نطيع يعني والدينا، يبقى طبعا طاعة الوالدين دي في كل الأوقات، يبقى برضو we must obey our parents. يبقى تاني كده have to has to must ليهم ثلاث حالات، أحولهم إلى had to لو بتكلم عن ضرورة وقتية وأحولها في الماضي، رقم اتنين أحولهم إلى would have to لو بتكلم في المستقبل، رقم ثلاثة أحولهم إلى أو يفضلوا زي ما هما، يعني have to has to must لو بتكلم عن ضرورة في كل الأوقات. طيب الحاجة اللي بعد كده طبعا إن احنا قلنا إن أنت في عندك الضمائر بتاعتك بتتغير،
وفي عندك برضو ظرف الزمان وظروف المكان، الحاجات دي كلها بتتغير زي ما هي. يعني مثلا اي حولها الى هي او شي على حسب الفاعل، مثلا كلمة ماي احولها الى هيز او هير برضو على حسب اللي بيتكلم، كلمة اجو احولها الى بيفور، كلمة هير تتحول الى كلمة ذير، كلمة يت تتحول الى كلمة باي، ذن مثلا today that day، now تتحولها الى then او at that time، yesterday the day before او the previous day، tomorrow the following day او the next day، next بوجه عام تتحول الى the following، يعني لو عندك next week يبقى the following week او the week after. طيب تاني كده انت بيجي لك في الاختياري. طيب يعني يا مستر مثلا كل الحاجات بقى اللي هي قبل الاسهم دي كانت هتبقى موجوده جوه الاقواس. طيب لو ما فيش عندي اقواس يبقى انا محتاج الحاجات اللي بعد الاسهم. طيب طبق كده معايا. الجمله الاولى بتقول رضا told his mom هي رضا عفوا رضا اخبرت او اخبر مامته ان هو ايه يلعب كره قدم. بص بقى خليك معايا وانت بتحل، هل في عندك هنا كومه او علامات تنصيص؟ لا مفيش، يبقى دايما يا مستر هستخدم ازمنه ايه بروبابلي، هستخدم ازمنه ماضي. يبقى wants دي غلط، وعندك is دي غلط، وعندك has دي غلط، يبقى الفعل الوحيد اللي ماضي اللي هو wanted. طب رقم 2 he said that he hadn't robbed the bank the month نقط، هو قال ان هو ما سرقش البنك الشهر. طبعا ما فيش عندي هنا مستر لا كومه ولا اقواس، وبالتالي عندك had وتصريف رقم 3 اهو. طيب معنى كده يا مستر ده انا بقى جايب على الكلمات اللي هي الظروف الزمان والحاجات دي كلها، عندك هاد وتصريف رقم 3 ده كده زمن ايه؟ ده ماضي تام. طب الماضي التام ده معنى كده ايه بقى؟ يبقى اجو دي كانت بتتحول الى بيفور، وبالتالي دي غلط، يعني ما ينفعش اساسا استخدم اجو هنا. كلمه لاست ما ينفعش استخدمها لان هي بتتحول الى مثلا لك لاست ويك، يبقى ذا ويك او ذا بريفيوس ويك او ذا ويك بيفور. طيب last month يبقى حولها إلى the month before، يبقى معنى كده الإجابة الصح بتاعتك كلمة before. كلمة following دايما بستخدمها في المستقبل. طيب الجملة رقم 3 هالة told us she had helped space mother، هالة قالت إن هي ساعدت، يبقى ساعدت مين؟ أكيد ساعدت والدتها، يبقى معنى كده her mother. طيب الجملة رقم 4 كده برضو ناخد شوية أسئلة كده على الحاجات دي كده عشان إن شاء الله تثبت أكتر وأكتر. الجملة رقم 4 بتقول نادي told me that he space tennis the day before. تاني هل في عندك هنا كومة وأقواس؟ مفيش، يبقى أنت محتاج ماضي، يبقى place غلط، has غلط، يبقى محتاج يا مستر had played أو was played. أنا عندي he هو، يبقى ده الفاعل، يبقى معنى كده إن الكلام بتاعك مبني للمعلوم، يبقى had played. أما was played ده طبعا مبني للمجهول، وطبعا دي ما تنفعش. ثانيا في هنا كلمة the day before يبقى كان أصلها yesterday، وده ماضي بسيط حولته إلى ماضي تام. رقم 2 هند said that it not hot that day، مفيش كومة ولا فيها أقواس، يبقى أنا محتاج ماضي يا مستر. الوحيد اللي ماضي اللي هو كلمة would be، طبعا would ده الماضي بتاع كلمة well. كريم promised that he space us the next morning، ادي promised يا مستر، مفيش عندنا لا كومة ولا قواس، يبقى انا محتاج ازمنة ماضي، يبقى will دي غلط، وعندك found دي غلط، يبقى انا محتاج يا اما would والمصدر يا اما had والتصريف رقم 3، الاثنين ماضي يا مستر. يبقى بص بقى على الكلمة الدالة على الزمن بتاعك، عندك the next morning، the next morning دي كان اصلها كده ايه بقى؟ ايوه tomorrow morning، يعني بكرة مثلا الصبح أو next morning، يبقى معنى كده أنا بتكلم في المستقبل، وأنت لما تيجي تتكلم في المستقبل يبقى محتاج حاجة من اتنين، يا إما محتاج am is are و verb plus ing، يا إما محتاج will وال infinitive. طبعا هنا will حولناها إلى would وال infinitive، إنما هذا التصريف التالت ده على طول بتاع الماضي. he admitted that he spoke late the night before، نفس الطريقة يا مستر، لا في لا كومة ولا أقواس، إلغي المضارع، يبقى has دي غلط. طب عندي was arrived، وعندي had arrived، وعندك would arrive. بص بقى على الكلمة اللي موجودة عندك هنا the night before، كان أصلها last night. طب و last night ده ماضي بسيط، والماضي البسيط بتحوله إلى ماضي تام، يعني had والتصريف رقم 3، يبقى had arrived. طيب طبعا was arrived ده كده مبني للمجهول، والجملة بتاعتك مبني للمعلوم، فدي غلط خالص. نادية said that she space a test the following week، بنفس الطريقة
مفيش أقواس ولا في أي حاجة، يبقى المضارع ده غلط، takes غلط، will غلط. يبقى عندك يا إما took يا إما was taking. عندك the following week أهي، يبقى دي كان أصلها next week. طب next ده مستقبل، إحنا لسه قايلين في المستقبل، يا إما بستخدم will infinitive، يا إما بستخدم am is are و verb plus ing. will تتحول ل would، ما عنديش would، يبقى am is are بتتحول إلى was أو will، يبقى was taking. تسعة، he agreed that he space anyone what I had said. هو يعني قال ان هو اكيد مش هيقول لأي حد اللي انا قلته. طيب الجملة بتاعتك مفيش لا كومة ولا أقواس برضه يا مستر، الغي المضارع، يبقى won't غلط، وعندك doesn't غلط. يا اما wouldn't tell يا اما hadn't tell. اولا hadn't بجيب بعدها التصريف الثالث، فطبعا دي غلط. طيب يبقى معنى كده wouldn't tell، هذه الإجابة الإيه الصحيحة. عشرة، at the wedding party yesterday. طبعا دي كانت جاية في امتحان من الامتحانات اللي قبل كده. في حفل الزفاف بتاع الأمس the bride العروس said قالت they space the happiest day of her life، إن اليوم ده كان أسعد يوم في حياتها. طيب هنا طبعا لما فيش عندك أقواس خالص يبقى معنى كده الكلام متحول، يبقى أزمنة المضارع غلط. يا مستر مفيش أزمنة ماضي، يعني عندي today was، وعندك that day was، yesterday had، that day had. طيب today ما تنفعش ليه؟ لأن today المفروض إن أنا كنت بحول إلى that day، فدي غلط. طب yesterday برضه ما تنفعش، لأن yesterday كنت بحول إلى the day before أو the previous day، وبالتالي دي غلط. يبقى أنا يا إما عندي that day was يا إما that day had، الاتنين ماضي. طيب ارجع بقى للتكملة، the happiest day أسعد يوم، يبقى معنى كده ذلك اليوم كان. طب يبقى معنى كده كلمة كان يا إما كلمة was يا إما كلمة were، طبعا ال day مفرد فهياخد كلمة was. طيب الجزء اللي جاي ده مهم جدا جدا، وهو أول حاجة إن كلمة said ينفع إن أنا أستبدلها بأفعال، الأفعال دي كده ما ينفعش أجيب بعدها مفعول، يعني admitted complain، طبعا admit يعترف، وعكسها deny ينكر، complain يشكو، report يعني يبلغ، explain يشرح، reply يرد، وهكذا. أي فعل مش بجيب بعدي مفعول. طيب الحاجة اللي بعد كده احنا قلنا طبعا واحنا بنشرح ان دايما كل الازمنة بتتغير من ازمنة مضارع لازمنة ماضي، ومع ذلك في بعض الحالات الازمنة بتاعتك بتفضل زي ما هي بدون اي تغيير، وهي لو انا بتكلم عن facts حقائق زي the teacher said to us the sun rises in the east، المدرس قال الشمس بتطلع من الشرق. طيب الكلام ده كده لما اجي احوله هقول كده the teacher told us that the sun rises ولا rose ولا has risen ولا is rising. يا مستر الكلام ده حقيقة علمية، وبالتالي الحقيقة الأزمنة بتاعتك مش بتتغير، يبقى أنا أختار rises. طيب رقم اتنين، لو أنا عندي الكلام اتقال منذ فترة قليلة، يعني عندك كلمة a moment ago، a short time ago، have أو has just said، tomorrow يعني الظروف الزمنية بتاعتك ما تحولتش، tomorrow، today، next week، yesterday، وهكذا. يعني مثلا نادر said to me a moment ago، في عندك كلمة a moment ago، ايوه يبقى الازمنه بتاعتك مالها؟ برافو عليكم، هتنزل زي ما هي بدون اي تغيير، I will buy a car tomorrow. يبقى نادر told me a moment ago that he، على طول يا مستر انا كده في عندك a moment ago اهي، وفي كمان كلمه tomorrow، يبقى معنى كده الازمنه مش هتتغير، يبقى will buy. طيب بعد الافعال دي كده، يعني بعد كلمه wish او if only او had والتصريف رقم 3 had Peter would rather could should might، بعد اللي بيجي بعد الكلمات دي كده بيبقى بينزل زي ما هو بدون اي تغيير. يعني محمود said I wish I knew his name، محمود قال يعني انا بتمنى ان انا كنت اعرف اسمه، يبقى محمود said that he wished he، عندك new هنا مستر اهي، ده تصريف رقم 2، يبقى هينزل زي ما هو بدون اي تغيير. يبقى اللي بيجي بعد الحاجات دي كده ماله بينزل زي ما هو بدون اي تغيير. طيب الحاجة اللي بعد كده ودي برضو مهمة جدا، وهي دايما لو فعل القول في أزمنة المضارع أو في المستقبل أو في الأزمنة التامة، يعني مثلا عمرو سيز، أدي سيز أهي مضارع أهو يا مستر، يبقى معنى كده اللي جوه الأقواس هينزل زي ما هو بدون أي تغيير، I won't، يبقى معنى كده ده مضارع بسيط، يبقى زي ما هو. يبقى عمرو سيز هي won't، أوعى تقول لي بقى won't، أقول لك لأ. ليه؟ لأن مع كلمة هي وشي وإت دايما الفعل بتاعك بيبقى اخره اس، يبقى هي وونتس. يبقى معنى كده لو فعل القول في المضارع
says أو tells أو has told أو has said وهكذا، كل الكلام ده كده يبقى الأزمنة بتاعتك بتنزل زي ما هي بدون أي تغيير. الحاجة اللي بعد كده وهي إن دايما الماضي التام أو الأزمنة الماضي بوجه عام دايما لما استخدمها في جمل فيها أدوات ربط، يعني سواء كان مثلا ماضي تام، ماضي مستمر، ماضي بسيط، الحاجات دي كده الأزمنة دي بتنزل زي ما هي بدون أي تغيير. يعني أحمد said to me I was doing my homework when you phoned. أحمد قال أنا كنت بعمل واجب لما أنت اتصلت، يبقى معنى كده هنا عندك was doing يبقى زي ما هو مفيش تغيير، هنا عندك phoned يبقى ماضي بسيط يبقى هينزل زي ما هو بدون أي تغيير. الحاجة اللي بعد كده دايما برضو بنزل الأزمنة بتاعتي لو بتكلم في الحالة الثانية أو الحالة الثالثة لقاعدة F. يعني مثلا Peter said if I were rich I would travel a lot. يبقى Peter said that if he were أهو حالة تانية، يبقى هناك would والإنفينيتيف بدون أي تغيير. طب تعالوا بقى نطبق على الكلام كده اللي فات ده كله. My father said that the earth spins around the sun. أبي قال إن الأرض بتدور حول الشمس. دي يا مستر على طول حقيقة علمية، يبقى الأزمنة بتاعتك مش هتتغير، يبقى طبعا جملة مضارع بسيط عشان الحقائق يبقى goes. طبعا الأرض مفرد يبقى الفعل آخره s. ولا said if هالة came early Mona space her. طبعا أدي كلمة if يا مستر، وعندك هنا came ده تصريف رقم 2، يبقى دي الحالة الثانية، يبقى الجزء اللي هناك would will infinitive would meet. طيب هناخد بقى أسئلة كده على كل الايه الكلام اللي فات. الجملة الأولى عادل نقط the match had already started. عندك the match أهو ده اسم، في بعد الاسم فعل مباشرة، ما دام في عندك الاسم بعديه فعل يبقى ده أنا محتاج فعل لازم، يبقى على طول محتاج كلمة said. يبقى علاء قال المباراة بالفعل بدأت. الجملة الثانية نعمة says she speaks in a bank. عندك says يا مستر، يبقى ده معنى كده إن فعل القول في المضارع، يبقى معنى كده الأزمنة بتاعتك مش هحتاج إن أنا أغيرها. يبقى had غلط، was غلط، would غلط، لأن مفيش عندي أي حاجة يعني تدل على إن الكلام بتاعك كان في الباست. يبقى نعمة says she works in a bank، هي بتقول إن هي بتشتغل في بنك. طيب رقم ثلاثة مها said a moment ago. في كلمة a moment ago يا مستر، يبقى معنى كده برضو في عندك في الجملة بتاعتك كلمة tonight النهاردة بالليل، يبقى معنى كده الجملة بتاعتي مش هغير الأزمنة بتاعتك. يبقى had ده غلط علشان ده مش ماضي، was ده غلط عشان ده مش ماضي، ولا has ده مضارع تام. في عندك كلمة tonight يبقى معنى كده بتكلم في المستقبل، يبقى will infinitive. طيب الجملة رقم أربعة the teacher said that Cairo is the capital of Egypt. المدرس قال إن القاهرة طبعا عاصمة مصر، دي برضو حقيقة علمية مستر، يبقى معنى كده Cairo is the capital of Egypt، دي طبعا حقيقة مش محتاجة أي تغيير خالص. طيب رقم خمسة I'd rather play football he said he. يعني أنا أود إن أنا ألعب كرة قدم، هو قال إن طبعا كلمة he، إحنا قلنا طبعا بعد كلمة would rather وكلمة had better وكلمة wish عفوا كلمة should وكلمة wish برضو وكلمة if only وكلمة might، كل اللي بيجي بعديهم بيكون زي ما هو. طيب يا ترى بقى الأبوستروفي دي اختصار لكلمة إيه بقى مستر؟ أيوة طبعا عندك would rather ولكن had better، يبقى معنى كده would rather play هي دي الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن أنا عندي would rather بعدها play مصدر، وبالتالي اللي هينزل في بنفس الطريقة في الريبورت سبيتش برضه هيبقى زي ما هو بدون أي تغيير، يبقى he would rather play. طبعا بس كده هنكتب هنا كلمة football. أما would rather played ما ينفعش أجيب الماضي، would rather had played برضه ما ينفعش خالص، هنا had rather مفيش حاجة اسمها had rather، ده هنا would rather وبعدها المصدر، يبقى هينزل زي ما هو. طيب دي كانت آخر حاجة معانا كده النهاردة، يا رب إن شاء الله الناس تكون استفادت والدنيا بقت أصبحت أسهل شوية عند الناس. ويا ريت لو في أي حد عنده أي سؤال أو حاجة إن شاء الله يعني يكتبوا، تابعونا واستنونا في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.